ما تنسوش كمان معانا كاليماريا مقليه النهارده كريسبي، وكلنا بنشتكي من الكاليماري بيتقيل ازاي والفرق بين الصبيت والكاليماري. يعني اقول لك ولع مش عايز اهدى مش قهوه، خليك على النار. طيب هنقفل النار بتاعتنا دي كده زي الفل، وتعالوا نعمل مع بعض شويه كاليماري مقليين. كاليماريا مقليه يا استاذ رحاب مقاديرها على الشاشه. كاليماري او صبيت حسب الرغبه، كله من عائله الرخويات. كاليماري صبيت اخطبوط، الطريقه واحد في القلي. ومعانا دقيق ونشا خليط من الاثنين، ومعانا سمسم، ومعانا البهارات بتاعتنا شويه كمون شويه كزبره ثوم عصير ليمون شويه بابريكا شويه كركم حسب الرغبه. تعالوا نشوف هنعمل ازاي الكاليماريا المقليه بطريقه بسيطه وسهله. هناخد الكاليماري الحلوه دي كده نقطعها حلقات. احنا الكاليماري معروف عنه بنشتريه من المحلات السمك حلقات، اهو غير الصبيط. الصبيط بيبقى اصابع، اهو. ناخد الكاليماري كده واكتبي على باب التلاجة يا ست الكل يا امي يا ست الحبايب، ممنوع منعا باتا قاعدة المغازل، اوعى تحطي مادة دهنية على تتبيلة السمك سواء هتقليه. اهو شفت ازاي اتقطع كده بالطول، اهو حلو، اهو زي ما هو كده. ازاي الخلطة تمسك في الكاليماري؟ هو ده السؤال المطلوب. تعالي يا حلو القطعة دي حلوة معانا كده، دي عاملة مشكلة نشيلها خليها هنا. الله حافظ انا، خبرة. قطعنا التقطيعة الحلوة دي كده زي الفل، نحطهم هنا يا عم الشيف. اصبح عندي شوية كاليماري حلوين، نحط عليهم التوم، نحط عليهم شوية سمسم يعني اوميجا 3. حلو تمام، شوية الملح الحلوين. حلو، إيه الأخبار؟ ده مهم جدا على فكرة إنك أنت تتبلي الكاليماري قبل ما تحطيه في الزيت. أمني على الزيت بتاعك يكون سخن وزي الفل، درجة الحرارة عالية جدا. هنحط شوية بابريكا حلوين، شوية كركم حلوين على الكاليماري، حطي كمون أو كزبرة اختياري، كل ده على الكاليماري. المشكلة اللي بتواجهنا يا شيف مغازي لما بنيجي نقل الكاليماري أو الصبيت، إيه اللي بيحصل؟ بنلاقي الخلطة ثابت من الكاليماري أو الصبيت في قلب الزيت. وأضرب كف على كف وأقول الشيف المغازي علمني غلط. هقول لك أنا دلوقتي حالاً تخلي الخلطة تمسك إزاي في الكاليماري أو الصبيت بالذات، لأن الملمس بتاعهم ناعم غير الجمبري، ده زعتر. كل ده على الكاليماري او الصبيط، سواء بتحمري كاليماري او صبيط. ولكن قاعده المغازي بتقول ايه تاني عشان ما تنسيش؟ حذاري، انك تحطي ماده دهنيه في تتبيله الكاليماري او الصبيط او السمك الفيليه ايا كان، لا زبده ولا زيت ولا سمنه. السمنه بالذات نصيحه مني السمك بريء منها، ما تدخلهاش جوه المطبخ وانت بتعملي سمك، خليكي مع الزبده وزيت الزيتون، هم دول الابطال بتوع السي فود. الكاليماريا هنا متبله وزي الفل، هتعمل ايه يا عم الشيف؟ سنه شبت صغيره، فين الشبت يا عم الشيف؟ حلو اهو زي الفل. انا بحب الشبت دايما قليل كده لانه حرامي بياخد الطعم. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بشويه النشا دول. شفت بقى التركايه هنا؟ معلقه نشا اهي. هي دي التركايه. طب فين السائل اللي هيخلي النشا ده يمسك في الكاليماري؟ هو ده الكلام، عصرة ليمون. ونقلب الخليط ده يا عم الشيف مع بعض. تركاية تاني، معلقتين نشا ونقلب كده. الله عليك وعلى والديك. اوعى يا امي تحطي زيت. شفت الكاليماري ازاي؟ اهو ده اهو. صبيت او كاليماري. عايزاها سبايسي حط شوية بابريكا. هنصفي الكاليماري من التتبيلة دي كده وينزل على فين يا عم الشيف؟ يلا مع بعض، يلا مع بعض. اهو هنا هنا في الكسرولة الازاز اللي فيها دقيق ونشا، خليط ثنائي بيلعب دور البطولة في الكريسبي او المقليات وخاصة السي فود. اهو الله زي الفل، جواهم سمسم بغذيه بالاوميجا 3،
لان عارفين السمسم غني جدا باوميجا 3. هنقلب كل دول مع بعض ونسيبهم شويه دقائق معدوده، للامانه 10 دقائق 5 دقائق زي الفل. وعندنا زيت شديد الحراره زي الفل. الطريقه دي والمعطيات دي والبرهان ده بتستخدميه سواء بتقلي كاليماري او سبيط، الفرق بين الاتنين اللون واحد. الطعم بسيط جدا، الكاليماري سريع المضغ سريع السوى، اما السبيط بيبقى صعب المضغ شويه وبياخد وقت شويه في التسويه سواء طواجن سواء مقلي. الشكل وهم لسه في الميه الرخويات مختلف. السبيط بيبقى شكل الحمام كده، شكل بيضاوي، ولكن الكسور الكاليماري، اما السبيط طبعا بيبقى ايه؟ شكله مختلف. ولكن الشكل والطعم بعد التقطيع واحد. هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هنخلي الكاليماري على جنب. هننهي بيها الحلقه بتاعتنا وهي في قلب الزيت بنحمره. ولكن عندي الاهم، الكل مستني الشوربه وصلت لفين. نبص على الحلويات، بص على الحلويات اللي انت عايزها يا عم عمرو. عندي حليب. المفاجاه هنا بقى ايه اللي وعدت حضراتكم بيها؟ انا عندي حلتين. ايه المشكله؟ في ناس بتحبش الكريمه اللباني مع الشوربه، فنعمل واحده بيضه وواحده حمراء. دي شوربه السي فود بالكريمه، ودي شوربه عادي لونها احمر زي الفل. اختياري، عايز تضيفي كريمه لباني على صوص الطماطم مفيش اي مشكله، ده اختياري. حابين الجو ده حابينه، يلا ننزل كده زي الفل ونقلب. ايه الاخبار؟ نبص على الحلاوه، هتبدا القوام اهو تقل معايا زي الفل اهو. شفت يا الله، كمان شويه كمان شويه، وهنا كمان شويه نقلب. معلقتين نشا، اوعى تحطي دقيق في الشوربه، هتخلي اللي بياكل سي فود مش هياكل. شويه نشا مع شويه حليب. القوام ده حلو زي الفل. على النار، اوعى تقليها عن كده، هنسيبهم على النار زي الفل. ظابطين الطعم تمام. ناخد راي الجمهور اللي هياكل زي الفل. دي كريمه لباني. يلا عايز اسمع في الاربيز الناس اللي هتاكل معايا. نحط الكريمه اللبان على الشوربه كلها ولا نقسمها بين الاثنين بالنص؟ دي كريمه لبان. حط شويه هنا عينيا. حاضر زي الفل، ونقلبها. يلا بينا، قلبنا الشوربه. يبقى احنا عملنا نوعين شوربه، هي جت معانا كده، واحده بيضه وواحده حمراء. كرفس ملك الشوربه، حمار الشوربه هنا مش جامد، انا ممكن احط صوص طماطم انا حابب، بس انا بصراحه ما بحبش الطماطم مع الشوربه. الشوربه كده جاهزه. الرز اخباره ايه؟ اللهم صل على النبي، جاهز. نغرف بقى الشغل بتاعنا، يلا بينا. في الاخر لنا انتاج، تتكلم كتير تشرح كتير، انا عايز اشوف في الاخر شويه رز صياديه زي ما قال الكتاب. السرفيز الحلو ده كده هنحط فيه الرز الصياديه بتاعتنا، شكل سمكه لطيف. ولكن كالعاده هناخد وش الرز، اذا كان الجمبري او الجزر او الزبيب، خليهم على جنب كده عشان نجرنش الطبق بتاعنا، وناخدهم كده مع بعض ونغرف الرز بتاعنا ده كده. الله، كاليماري ايه؟ جمبري. جمبري هليه دلوقتي حالا، هينزل الزيت. كاليماري. حلو. شفت الحلاوه دي كده؟ زي الفل. عود القرفه ده جرنش حالا دلوقتي، كله هيخلص باذن الله. هناخد الجمبري الحلو بتاعنا ده كده. الله، شفت ده الجرنش مهم ومطلوب طالما بتعملي سي فود علشان تبسطي ولادك. وزي ما قلت لحضراتكم
مش ملزم انك انت تجيبي الحاجات دي كلها، ولكن ملزم عليكي تغيير يوم في الشهر، يوم في الاسبوع. جوزك قابض واخد مكافأة بيشتغل شغله وربنا كرمه، عندك عزومة عزم حماتك، قولي لها تعالي يا حماتي مش هناكل سمك بره النهارده، الشيف المغازي علمنا نعمل السمك في البيت، خلينا نحط الكاليماري بتاعتنا في الزيت. الله، يلا بينا يلا بينا. بص على الكاليماري، بص على الكلمة اهي اهي، يلا بينا. حلو، الزيت اخباره ايه؟ زي الفل. يلا بينا. الزيت لازم يكون شديد الحرارة، كأنك بتحمري بطاطس مقلية. استضيها من الخلطة الحلوة دي كده. شفت الخلطة دي؟ بصت الكاليماريا متغلفة ازاي؟ الغلاف الابيض ده مطلوب، ده جا منين؟ من النشا. سمعت الصوت الحلو ده كده؟ الحمد لله ربنا جبر بخاطرنا، النار معايا زي الفل. انت داخله المطبخ نيتك تعملي اكل حلو، والله العظيم بكلمك بضمير وبخبره، هتطلع معاكي الحاجه زي الفل. اوعي تقلبي الكاليماري دلوقتي خالص وتفرحي انك انت حطيتيها وسمعتي كلام الشيف المغازي، سيبيها زي ما هي كده، مش هتلزق. لو لزقت في بعضيها هتشوفي دلوقتي كده، في كاليماري تاني مخرج ده زي الفل تمام. نغرف الشوربه بتاعتنا، يلا بينا. اللهم صل على النبي. الطبق الحلو ده كده، شيل الحاجات دي كلها من هنا عشان ما تضايقش مخرجنا. الله اكبر، ونروق الكاونتر بتاعنا طبيعي. حابب نغرف الشوربه البيضه ولا الحمراء؟ قول لي بتحب البيضه ولا الحمراء؟ عينيا. حاضر حاضر عينيا. ادي الرز بتاعنا، ناخد الشوربه الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، سخنه. الله، يلا بينا. اللهم صل على النبي، تستاهل. والكاليماريا في الزيت، حذاري انك انت تقلبيها، بيقولوا لي ليه في الكنترول. هو ده الكلام الكبير بقى، لان هي فيها الخلطه بتاعتها متغلفه، الطبيعي لو انا قلبتها كتير هتنزل في قلب الزيت، فخليها زي ما هي كده تستوي، وبعد كده نقلبها زي ما احنا عايزين. شفت السي فود بتاعنا؟ الله، اللهم صل على النبي. جمبري، اليود، كرفس ملك الشوربه، قشريات، رخويات. حاضر عينيا، انت عايز تشوف قوام الشوربه وهو نازل من الحله مره واحده، بس خلينا استعرض العضلات دي الاول. الحلويات دي كده اهو، سمك فيليه قشر بياض، ممكن تجيب البولت بتاعنا بتاع خير مزارعنا. يلا بينا يلا بينا نحط الايه بقيه الشوربه زي الفل. الف هنا وشفا. هنطلع الكاليماري من النار، وكده تبقى حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين، قدرنا نعمل أكلة سمك حلوة، بس كفاية كفاية، لطيفة وحلوة، فيها تفاصيل كتيرة. عدلها شوية رز صيادية، الرز الصيادية معمول بشكل تاني وبطعم تاني. الشوربة بتاعتنا زي الفل. أخبار الكاليماريا إيه؟ نبص عليها. هو ده، بص على الكاليماري، بص على الكاليماري وهي بتلعب في قلب الزيت. هو ده أهو أهو أهو، إيه الحلاوة دي؟ مخرجنا هو ده أهو أهو. يلا 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 نرفع من الزيت، نرفع من الزيت. الله، شفت بقى كريسب ازاي؟ اهي سامع الصوت ده كده؟ بص اهي اهي اهي، ما خدتش وقت منك، نغرفها مع بعض سريعا. يلا بينا. حاضر عينيا الاثنين، انا خدت من الوقت معلش بعتذر. ايه الحلاوه دي؟ كبابجي بيعمل ايه؟ بيحط شوية بقدونس حلوين، بس نصيحتي لما تستخدمي بقدونس أو أي خضرة تحت مشويات أو مقليات لازم تكون مغسولة يا أمي، لأن عندنا أطفال على السفرة هم ما ذنبهمش حاجة، بيحبوا دايما حب الاستطلاع، كلنا مرينا بالمرحلة دي. ياخد الحاجة ياكلها. لا يا غالي، مع المغازي ما تشيلش زيت، بيقول لي مش تحطها على ورق مطبخ، الكلام ده لو أنت هتعملها عمورة في المطبخ.
شفت نازله ازاي؟ هو ده الكاليماري. الف هنا وشفا. يلا بينا. فيها السمسم يعني اوميجا 3. مكانها فين مخرجنا حابب؟ هو ده هو ده. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا نعمل اكله سي فود بتفاصيل، جاوبنا على اسئله السوشيال ميديا من خلال الحلقه بتاعتنا، شوربه السي فود بتتعمل ازاي مغازي عملناها مع حضراتكم، عملنا رز صياديه بتفاصيل جديده خالص، عملنا كاليماري ماليه اللي بيمشي على الكاليماري بيمشي على السبيط. يعني رؤيه فن ابداع. وخليها سمك النهارده. الكلام ده منين؟ من ماس بيرو.